سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى متابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا نرحب بضيوفنا الكرام ونقول لهم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذه قصيدة نظمها شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ سيدي الحاج محمد بايب العالم، يذكر فيها حياة الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيري وشيوخه وتلامذته والأماكن التي زارها إلى غير ذلك. يقول فيها الشيخ رحمه الله، يقول: بشرى لمن كان للمغيري متبعا، لمن مقدم قد أتى وقد جمع، بحث مفيد وشامل لسيرته، كأنه البدر في الدياج قد طلع، ترى الجهاد ونشر العلم يتبعه، نور العقيدة في تواتنا سطع، طرد اليهود من الجنوب يعقبه، قلع الكنائس من جذورها سمع، فالنصح والعلم والإصلاح منهجه، فلا مكان لمن في الدين قد بدعا، عم الجنوب بإرشاد ودعوته، وكل فن من العلوم قد جمع، غوث وقطب وعملاق وداعية، مؤلف مصلح على التقى طبعا، بنى جسورا في دين الله عالية، فنعم ما قد بنى ونعم ما صنعا، وطهر الأرض من رجس اليهود، وقد حمى الآفاق ومن أجودهم منعا، تمبكتو كانوا تجدى كان يسكنها، تلك المحطات للإسلام فيها دعا، له مواقف في الإسلام جيدة، فالشكر يرجع للمغيل إذ دافعا، جاءت فتاويه في المعيار تنبئنا بأنه بطل فانعم به مرجعا، كذا في بستان نجل مريم وردت مآثر للمغيل كن بها قنعا، وانظر مناظرة السيوط في منطق، وكل ما أبده المغيل متبعا، رسائل منه للملوك قد برزت، بالنصح مملوءة تدعو لما شرعا، أسكية وغيرها. شيوخه نورهم كالشمس إذ بزغت، مثل الثعاليب والوغليس قد برعا، والشيخ إذ درى والسيوط كان له به اللقاء، وللسيوط قد نزعا، وفي بجاية للمغيل مشيخة، وتلمسان بها الجلاب قد سطعا، وعمر الشيخ من أتباعه سلفا، وبالعلوم اقتدى وللعهود رعا، أما التلاميذ ليس نحصهم عددا، كذا المدارس في السمراء فاستمعا.